ايه السلام عليكم، صباح عليكم بخيرين. هي امور سعادي، تحية زوينة بالنسبة لي، وكنشكر الطاقم التقني للصحافة ديالكم وميرسي بوكو. وحاجة أخرى، كنتمنى لكم سنة سعيدة إن شاء الله، مزيد من العطاء، ودخل لكم الصحة والسلامة والعافية وطول عمركم، بالنجاح للشباب إن شاء الله. بالنسبة لي نعم وي، بالنسبة لي ايه مرحبا، علاش لا، كنتعاونوا مع الشباب. الهدف ديالنا ان شاء الله ونعاونوا الشباب ونعاونوا كل اللي كيتمنى واحد الحلم يتحقق او شي حاجه، مرحبا، علاش ما نساعدوش حنا، الحمد لله كلشي. نعم وي، انا بالنسبه لي هذا الشيء راه ما ندويش عليه، يقول لك ديما لا شحال تعطي شي. بالنسبه لي الدومين هذا صعيب شويه في المغرب الصراحه، كذب على الله حرام.